حتى الآن برأيك أفضل مدرب وأفضل لاعب في المونديال؟ بص حضرتك، أفضل مدرب اللي بيفوز بالبطولة، أي مع أي حضرتك أي مدرب هيفوز بالبطولة هيبقى أفضل مدرب، لكن إحنا بنتكلم على لو بنتكلم دلوقتي أفضل مدير فني، إحنا بنتكلم في الفرق. أنا بعتقد إن ساوث جيت مدرب إنجلترا مدرب شاطر جدا، مدرب رائع جدا، عارف إن هو يشقلب كيان المنتخب الإنجليزي، لعيبة أول مرة تلعب دولي، لعيبة أول مرة تحتك، أول لعيبة صغيرة في السن معدل أعمار 24 و25 سنة. منذ وليه قائد الفني المنتخب انجلترا ما خسرش في ولا مباراه، خسر مباراه واحده بس، هو كان قصد ان هو يخسرها مباراه بلجيكا عشان القرعه عشان ينزل مركز ثاني فيروح للمجموعه السهله. قدر ان هو يوصل لدور الاربعه. حضرتك انجلترا عمرها ما وصلت لدور الاربعه او سيمي فاينل من سنه 1990 من 28 سنه، فده انجاز بالنسبه للمنتخب الانجليزي. كمان يعني بنتكلم على مدرب منتخب بلجيكا ايضا، يعني صعد لمباراه قبل النهائي، قدر ان هو يفوز على منتخب البرازيل، دي برده تتحسب ليه. بنتكلم على ديشامب، يعني اربع مدربين بصراحه كلهم مميزين، كل واحد قدر يعمل حاجه. لكن انا بالنسبه لي لو هنتكلم على المدربين، عندنا سيمي فاينل اربع فرق، ثلاثه منهم محليين وواحد اجنبي، الاجنبي ده اللي هو موجود في منتخب بلجيكا، فبالتالي انا بالنسبه لي مدرب اجنبي يعرف ان هو يكون مع فريق زي بلجيكا ويحافظ على القوام ويبقى فيه انسجام ما بين اللعيبه وبينها وبين بعض، وكمان حاجه مهمه جدا الشخصيه القويه للمدير الفني اللي بيعرف يسيطر بيها على اللعيبه اللي موجوده. فانا ممكن كمان اقول ان مدرب بلجيكا ومدرب انجلترا الاثنين دول هم من احسن اثنين مدربين الموجودين في البطوله. افضل لاعب بقى يا استاذ عمر، يعني احنا بنتكلم ان النجوم الكبار خرجوا بدري، فده فرصه يمكن لنجوم تانية في اللعب الجماعي يبانوا. بص حضرتك يا فندم، هو احنا بنتكلم على احسن لاعب في البطوله، في لعيبه من اول يوم هي باينه ان هي لعيبه كويسه، وفي لعيبه ان هي باينه ان هي هتعمل حاجه في البطوله. فبنتكلم على واحد زي امبابي، امبابي مع منتخب فرنسا بيأدي بشكل رائع جدا، عارف ان هو يعمل اللي هو عايزه، دايما بيبقى بيشغل المدافعين بطريقه كبيره، كمان بينفذ التكتيك اللي مدربه بينفذه او بيقول له عليه، وبالتالي انا شايف ان امبابي واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده. ممكن لو كان نيمار كان كمل في البطوله كنت ممكن اقول لحضرتك نيمار او كوتينيو، لكن احنا بنتكلم على منتخب خرج، فبالتالي انا برشح امبابي يكون افضل لاعب في البطوله. وكمان ما عندناش لاعب تاني نقدر ان احنا نتكلم عليه غير كيفن دي بروين. كيفن دي بروين ممكن هو اللي ينافس امبابي على افضل لاعب في البطوله، لاعب بيلعب في اكثر من مركز، لاعب لما بيلعب في نص ملعب بيعرف يؤدي الواجب الدفاعي والواجب الهجومي، شفناه قدام المنتخب البرازيلي لما تحرر من الناحيه الدفاعيه قدر ان هو فعلا يكون عامل ايجابي جدا للمنتخب البلجيكي، ونجح انه يحرز الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا وهو هدف الحسم للمنتخب واللي كان سبب في صعود المنتخب البلجيكي للسيمي فاينل. حقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى وجودك معنا استاذ عمر ربيع ياسين محلل الكرة العالمية، بشكرك استاذ عمر.